سيذهب موجو في رحلة حول الجبال حين يأتي مع الذهب. سيذهب موجو في رحلة حول الجبال حين يأتي مع الذهب. ابقى في مكانك. أوه، لا بد أن كنا تمزحن معي. ما المشكلة أيتها الفتيات المقززات؟ لم تعجبكن مثلجات موجو؟ لا، إنها جيدة. لكنك نسيت شيئا واحدا موجو. نحن فتيات القوة ولن تنطلي علينا لعبتك الصغيرة. أرأيت؟ هاي تملك نفسيكما قليلا. ولك من أخدع. يشعر موجو بأنه لن يحتاج إلى هذين. مرحبا بوليت، أردت الإطمئنان عليك. هل أنت جادة؟ إن السيد دارسي بارع حقا. حسناً موتشو، لا مزيد من تضييع الوقت. نسينا الأمر يا مقززات. هذا هو قطار موجو من الذهب، وهذه إشارة موجو. لا، لن تفعل. حسناً، هذا هو عكس الشعور الجيد. لقد هرب موجو. ماذا سنفعل بلوسوم؟ هيا نعود إلى البلدة ونضع خطة جديدة. صحيح. هذه هي أفضل خطة يضعها موجو. بينما قام مواطنو تاونزفيل باستهلاك مثلجات موجو مومو بكل شراهة، ذوب موجو كل الذهب وحوله إلى سلاح من أجل نهاية العالم. أكبر كرة ذهبية صلبة مدمرة في العالم، والآن سيتمكن موجو من تدمير تاونزفيل نهائياً. خطأ. هيا الآن، هناك خطب دائما لا يلحم موجو بطريقة صحيحة، ثم ليست موضوعة بشكل صحيح. ها هي المشكلة، إن الشريط ملتو قليلا. هنا. والآن موجو عالق. صحيح الخطأ، البدء بالتدمير. ليس مصنع أدواتي المائدة. والآن مصنع الدبابيس. هذا رائع، مصنع الوسادات. لا، ليس مصنع الزجاج المكسور. بما هو موجود هنا حتى؟ خذ هذا وهذا وبعضا من هذا والقليل من هذا. تمكن منك باري الخارق. تحاول الهرب. لا أصدق، هذا الفتى صاحب رأس الدلو أنقذ تاونزفيل. اهتفوا جميعا لفتى الدلو. فتى الدلو؟ هذا الاسم أفضل من باري الخارق. من الآن وصاعداً سأكون معروفاً باسمي فتى الدلو. رائع، والآن يظن الجميع أن باري بطل وليس فقط باري. فليحظى بلحظة خاصة به، على الأرجح سينسون كل شيء ويعود كل شيء طبيعياً كما كان. يقضي على الأسرار بنفسه فتى الدلو. ينقذ الموقف من دون مساعدة فتى الدلو. يحارب الجريمة من أجلنا رغم أنه لا يرانا. إنه البطل أحتاج إليه. فتى الدلو. هيا تفضل. هذا يكفي، علينا أن نخبر باري بأننا كنا نقوم بكل شيء عنه. لا، سينصدم من الحقيقة. فقط أخبره الحقيقة بلطف. حسناً، يمكننا التكلم معك؟ طبعاً، أياً من تكونان. باري، إنهن نحن فتيات القوة. ماذا أفعل من أجلكن؟ أتردن أن أنقذ الموقف بطريقة أقل لأقدم إليكن فرصة؟
لا، نريدك أن تتوقف. كنا ننقذ الموقف بطريقة سرية لنجعلك تشعر بالرضا. أصبح الأمر مزعجاً. أريد أن تعد الفطائر مجدداً لأن هذه تشعرني بالمرض. كنت قاسية؟ بابلز. لقد فهمت الأمر. باري، ما زلنا نظن أنك متميز. أنتن تغارن. تغار؟ نعم، لقد أديت دور البطل الخارق بأسلوب أفضل في تاونزفيل، والآن تشعرن بالغيرة. باري، نحن لا نغار. أنت فقط لست بطلا خارقا. أنت مخطئة. أنا بطل خارق، وسأثبت هذا بالقيام بالشيء الوحيد الذي لا يمكن لفتيات القوة أن يقمن به. اليابان هرة آلية لتنظيم المواعيد التلقائية. لقد تأخرت على موعد الساعة الثانية 5 دقائق. من هوليوود أفعوانية تذهب صعودا فقط. الأفضل في كل هذا أنه لدينا هدية ستأخذنا مباشرة إلى المستقبل من فتاة القوة الرائعة بليس. شكرا سيدي العمدة. مباشرة من الفضاء الخارجي، هذه الآلة الصغيرة التي تدعى جليب فلورب زوربوم 3000، لكن في مكتب الحماية نسميها ماجلي. غريب جداً. من السهل جداً استعمالها. ضعوها في أذانكم وأخبروها ماذا تريدون. ماجلي، أحضري لي قطعة بيتزا. فيها أناناس. أقل شيء تستطيع ويلز أن تستخدمه. واو، الحصول على البيتزا متى شئت سيترك مكاناً في دماغي لأحلل كل تفاعل لدي. مرحباً بلاسم. مرحباً جاريت. مرحباً جاريت، ما كان هذا؟ قولي مرحباً كأي شخص عادي. بليس، هذا مذهل بالفعل. لو يستطيع الجميع الحصول على واحدة. لا مشكلة أيها العمدة، باجلي تضاعفي. باجلي، أحضري لي الآن فنجان قهوة. باجلي، أحضري لي سروالاً. أجل، بنطلون جينز. باجلي، أحضري لي. هل أجرؤ على قولها؟ أحضري لي مخللاً ذهبياً. باجلي، أحضري لي الإسعاف. بليس، آلات باجلي رائعة. شكراً، نستعملها كثيراً في مكتب الحماية. أفهم لماذا الاحتمالات كثيرة. باجلي، أحضري لي عصيراً مثلجاً بنكهة عشب الصويا مع الشاي الإضافي. لكن بلاسم، لما لا نذهب إلى بانجوين بيت؟ إنه هنا. أجل، لكن الأمر أسهل مع باجلي. هل تكلمت بشكل غريب؟ باجلي، أحضري لي قبعة ويلز. أجل.